هو في الحقيقة حازم ما كنتش دايرة الزميل في العمل، كان كأخ أخ ليا تنجمي تقولي كوالد ليا، بديت معاه صغيرة، نخدم معاه صغيرة، كنت نتفرج عليه، ومن بعد دار الجمال وليت نخدم معاه، خدمنا في حدا مدة طويلة، ثم كان في مقام الأب تاعي أو الأخ تنجمي تقولي أخ تاعي الكبير.